نزول ايت ما اسمع معكم حبيبتكم دهيا اللي تحبكم قد الدنيا. الناس اللي كانوا متابعين دهيا من مده طويله نحب نقول لكم بلي نتوما ناس محظوظين بزاف لانكم قدرتوا تكونوا شهود على كامل مراحل تطور تاع دهيا. اليوم راح يتم اطلاق ماركه تاعي، ما تفوتوش اي لقطه من هذا الفيديو لانه معمر بالمفاجات. قبل ما نبدا نحكي على الماركة تاعي وعلى كامل التفاصيل اللي راكم حابين تعرفوها، خلوني اقوم باعلان اسماء الفائزين لاخر مسابقة. اخر مرة اعلنت مسابقة بقيمة 10 ملايين سنتيم، فيها زوج تاع الرابح. اسماء الرابحين راح يبانوا هنايا، هادو الايميلات تاعهم. نتمنى من هاد الرابحين انهم يديروا لي فيديو صغير يحكوا فيه كيفاش ربحوا في المسابقة، باه ما تجيوش هذيك الشيرات المسمومات المستنسات يقولوا لي دهيا هادو باني لا فامي تاعك ربحتيهم، دهيا هادو باين صحاباتك ربحتيهم. كون فاهمين كيفاش، اللهم ديروا لي فيديو باش الناس اللي راهم يشوفوا فيها يتاكدوا بلي هذه مسابقه ربحتوا فيها وكيفاش. المهم حبيت نقول لكم مبروك على الناس اللي ربحوا معايا، وكامل كامل صراحه كامل كنتوا تستاهلوا انكم تربحوا لانكم كامل شاركتوا في المسابقه ودرتوا كامل الشروط، وحبيت اني نربح كامل اللي راهم يترجوا فيها على بيها. في كل فيديو غادي يجي لكم مسابقة جديدة في كل فيديو، وفي كل فيديو راح نخير عدد من الفائزين. وهذا الفيديو بالذات راني راح ندير مسابقة مميزة فيها مشي رابح مشي زوج مشي ثلاثة مشي ربعة، وإنما عشرة تاع الفائزين راح يكونوا كيني عشرة تاع الفائزين. هاد الفائزين واش راح يربحوا؟ راح يربحوا منتجات دهيا، يعني كامل المنتجات تاعي راح تربحوهم وراح توصلكم حتى للبيت تاعكم. مبروك عليكم حبايبي وحبيباتي. المهم واش هي شروط هالمسابقه؟ شروط جد بسيطه، تفرجي هذا الفيديو ديري له لايك، روحي تحت في التعليقات كتبي لي الايميل تاعك باش نعرف كيفاش نتواصل معاك، واذا حبيتي بليز شاركي هذا الفيديو مع حبيباتك وصحاباتك وفي الجروبات الكبار باش يوصل اكثر عدد من المشاهدات. ودركا خلوني نحكي لكم على الماركه تاعي وعلى كامل الصور اللي راكم حابين تعرفوها. دركا راح نحكي لكم على الماركه تاعي. الماركه تاعي واش هو الاسم تاعها؟ اسمها هو دهيا بيوتي، نفس الاسم تاع قناتي من سنوات. افرض الضوء الفراشه هو اللوغو تاع الماركه تاعي. اذا تابعيني في مده طويله راح تعرفي انه الانسان اللي قدامك تعشق العلم، وكاين واحده النظريه اسمها باترفلاي ايفيكت. اذا ما تعرفيش واش هي حوسي عليها في جوجل، حوسي عليها في اليوتيوب، راح تلقاهم شارحينها بالتفصيل الممل. هذا النظريه تقول انه هذه الفراشه مهما كانت تسقنوحه ومهما كانت ضعيفه فرغم ضعفها وصغرها الى ان هذه الفراشه قادره انها تساعد في ايقاف اعاصير مدمره. دهيا بيوتي هي ماركه منتجات طبيعيه 100%، لانه انا مقتنعه تماما انه الطبيعه هي الوحيده القادره على تغذيه الانسان وحمايته من الداخل والخارج. زيادة على انه هذه المنتجات طبيعية 100%، فنحن ركزنا على الجودة، على بها راح تلقوا انه كامل منتجات تاعي لاباس تاعهم يا اما يكون عسل حر، يا اما يكون زيت جوز الهند الاصلي، يا اما يكون جليسيرين، يا اما مجموعة من المكونات والاحشاب الطبيعية. وبمناسبة 200,000 مشترك اللي تحصلت عليها في اخر فترة، حبيت اني ندير حاجة لمتابعي قناتي فقط، يعني حبيت نعبركم على المحبة تاعي وحبيت نشكركم في نفس الوقت لأنكم دائما كنتم متواجدين حدايا ودائما كنتم تدعموني ودائما كنتم تعطوني كمية كبيرة من الحب والتشجيع باش دهيا دائما تقدم ما هو الأفضل. على بها حبيت أن أشكركم بالطريقة تاعي، وهي أني درت كمية محدودة فقط لمتابعين قناتي. كمية محدودة يعني كمية إذا كملت وسبقوك البنات الآخرين وداروا طالب عليها لازم تعرفي أنك راح تقارعي مدة طويله باش نعاود ندير اطلاق كميه واحده اخرى. وفي هذه الكميه المحدوده اخترت اكثر ثلاث منتجات انا شخصيا ما نقدش نعيش بلا بيها، وهي اللي نرفدها معايا وين ما نروح، سواء كان في الصاك تاعي سواء كان عند كي نروح ضيفه وين ما نروح لازم تكون موجوده معايا. زياده على ذلك انه هذه المنتجات الثلاثه اللي اخترتها لكم اللي هي تكون بدايه تاع الاطلاق تاع الماركه تاعي، هي المنتجات اللي نتوما دائما كنتوا تقولوا لي دهيا واش درتي باش كذا، دهيا واش درتي باش كذا، دهيا واش درتي باش كذا. اما لا، هاد المنتجات الثلاثه اللي نتوما كنتوا دائما تطلبوها مني. دركا خلوني نقول لكم وين راح تقضوا تلقاو منتجات دهيا. بما انه هاد الكميه محدوده وفقط لمتابعين قناه دهيا، ما راحش تلقاوها في المحلات ولا في اي مكان اخر، وانما راح تلقاوها
في موقع تاع دهيا اللي هو دهيا بيوتي .com. راح نخليه لكم تحت في صندوق الوصف، وراح تاني في نهايه تاع الفيديو ندير لكم الشرح لهذا الموقع وكيفاش تشري منه، وكل كبيره وصغيره تحتاج انك تعرفيها. دركا راح نحكيوا على طريقه الدفع. بزاف بنات كانوا يشكوا لي دهيا ما عنديش كارت بنكي، مانيش عارفه كيفاش نشري من الانترنت، دهيا راهم يبيعوا لنا الدولار غالي، دهيا 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 دهيا. اما انا حبيت اني ندير لكم احسن حل اللي يساعد كل وحده فيكم وما تغبنوش كامل، وهذا الحل هو طريقه الدفع. كيفاش تكون لما تخيلي المنتجات وتحطي كامل المعلومات تاعك اللي هي الاسم واللقب ورقم الهاتف والعنوان اللي بعدها راح نشرح لكم في نهايه تاع الفيديو واش راح دير. هذه المنتجات راح توصل حتى لعندكم، ولما هذه المنتجات توصل لعندكم راح تخلصيها، يعني الدفع عند التوصيل شد مد يحمد بالدارجة تاعنا البسيطة، يعني توصل عندك تخلصيها اسهل من هكا. ما شكيتش نقدر ندير لكم اسهل من هكا. يا ربي هذه هي الحاجة اللي كنت فرحانة فيها بزاف بزاف بزاف، واللي هي دات وقت مني طويل، وهي انه كاين مفاجأة كبيرة بزاف كبيرة بزاف 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 بزاف، وعبالي بلي اللي تبعو ديا ويبغو ديا غادي تهبلوا بالفرحة كون تعرفوها واش هي. وهي انه شوفوا لما انتم توصلكم منتجات الولايات اللي فيها اكبر عدد من الطلبات، راح انا شخصيا نكون مع شركة التوصيل، وانا شخصيا اللي راح نعطيك المنتج تاعك، وانا شخصيا اللي راح نتلاقى معاك وراح نتعانقوا وراح نتسلموا وراح نتصوروا مع بعض وراح نفرحوا انا وياكم، بصح فقط للولايات اللي فيها اكثر عدد من الطلبات. يعني تكليكي من ديه تجيب. لازم عليك تعرفي انه الكميات محدوده، يعني لو سبوك البنات الاخرين وكملوا كامل المنتجات وداوهم ما راح تقدري انك تشوفيني، ما راح تقدري انك تتلاقاي معايا ولا نتصوروا مع بعض ولا نقصوا مع بعض ولا نفرحوا مع بعض، لانه الاطلاقه الثانيه والكميه الثانيه مش انا اللي راح نكون موجوده مع شركه التوصيل، وما راحش نقدر اني نشوفكم، وانما راح تكون موجوده في محلات وغيرها. دركا راح نحكي لكم على منتجات. انا هذه المنتجات مكوناتها طبيعيه 100%، فمعروف على المكونات الطبيعيه ان لها عده استعمالات وعده فوائد. يعني في مكان تشري مرطب زائد مغطي زائد كريم ليل كريم نهار كريم الحمايه من الشمس كريم كذا وكريم كذا وكريم كذا، منتج واحد طبيعي ممكن يعني عندك على 6 ولا 5 منتجات اخرى. وهذه هي اكثر حاجه نحبها في المنتجات التوعيه لانها متعدده الاستعمالات. اول منتج هو سكين كير ريجيلاتور. راح نحكي لكم على تجربتي الشخصيه مع هذا المنتج تاع سكين كير ريجيلاتور، ومن بعد كي نحكي لكم كيفاش كل وحده ممكن تستعمله وتستفاد منه ملي راهم يشوفوا فيا دركا. اولا لازم عليكم تعرفوا انه سكين كير ريجيلاتور فيه 20% من زيت جوز الهند الاصلي و 20% من زيت الجليسرين، هادو وحدهم عندهم فوائد ما تكملش للبشره. هذا المنتج عدل لي نسبه الزيوت في البشره تاعي، وبفضل الزيوت اللي فيه وبفضل زيت جوز الهند الاصلي وبفضل زيت الجليسيرين فهو يغذي لي البشره تاعي ويرطبها لي. وكاين حاجه واحده اخرى اللي روعه وعبالي كامل البنات يحلموا بها وكامل البنات يبغوها، لانه تبييض البشره. ما تامنوش عقلكم هذا المنتج شحال يبيض البشره، يعني لما تغسلي به الوجه تاعك للمره الاولى راح تحسي انه الاستعمال الاول، صدقوني انا من الاستعمال الاول لاحظت انه البشره تاعك تلاحظي اشراقه، تحطي بالوجه تاعك صفاء. يقوم بتفتيح وتبييض البشره في الوجه الجسم والمناطق الحساسه، خاصه اللي تكون عروسه جديده وحابه تبيض بسرعه. ننصحك انك تستعملي سكين كير ريجيلاتور لانه يعطيك تفتيح وتبييض خارق. البنات اللي البشره تاعهم جافه يعانوا بزاف من التجاعيد في هذه المنطقه، خاصه في سن مبكره، ويعانوا انه البشره تاعهم دائما ناشفه دائما تقشر لهم دائما عندهم تشققات في الجلد تاعهم، مع النسيم مساكين قاع يعانوا مع النسيم وعندهم بزاف معاناه ما تكملش. ومهما استعملوا منتوجات فهذوك المنتوجات يعني تدي لهم مده، ومن بعد كي يمكن كاع ما تكونش حاجه ايفيكاس. سكين كير ريجيلاتور بفضل الزيوت اللي فيه، يعني فايد 40% راه غير زيوت، وزيوت مش اي زيت الجليسيرين وزيت جوز الهند، هادو زوج انواع الزيوت مخيره كاع في العنايه بالبشره. راح تغطي
تعدي لك البشره تاعك الجافه وراح تعطيك نسبه تاع الزيوت اللي تحتاجها والبشره تاعك تصبح عاديه. كما قلت لكم هذا معدل نسبه الزيوت سواء كانت البشره تاعك دهنيه او كانت البشره تاعك جافه. زيت جوز الهند غني بالفيتامين او اللي يغذي لك البشره ويساعد على مكافحه حب الشباب. سكين كير ريغولاتور ممكن تستعمليه في ازاله المكياج، ينظف الوجه بعمق ويعقم الوجه، وفوائد عديده وما تكملش، وهذا كامل بفضل الزيوت الطبيعيه اللي فيه وغني بالفيتامينات مثل فيتامين او فيتامين سي فيتامين اوميغا 3. المهم باقي فوائد هذا المنتوج راح تلقاوهم في الموقع تاعي، راح نخليكم اللينك تاعه تحت، لانه لو بقيت نحكي على كامل فوائد هذا المنتج صدقوني الفيديو ما راحش يكمل. درك نحكي لكم على طريقه الاستعمال. سكين كير ريغولاتور كما تعرفوا هو جل صابون، يعني مديور باش ينقي لك البشره تاعك، باش يبيض لك البشره تاعك، باش يغذي لك البشره تاعك، وباش يعدل لك مستوى الزيوت في البشره تاعك. حبيت طريقه الاستعمال جد بسيطه. لما تنوضي في الصباح ولا تكوني باغيه ترقدي قبل النوم، واش ديري؟ راح تغسلي الوجه تاعك، تنقيه من المكياج، هذا اذا كنتي دايره مكياج في الحياه اليوميه. ولما تنقي الوجه تاعك راح تاخذي كميه من هذا المنتوج، فوالا كيما راكم تشوفوا فيه يجي داير كيما هكا شكله لزج. لماذا؟ لانه غني بالزيوت، يعني فايد 40% منه راهو غير زيوت. واش راح ديري؟ راح تاخذي كميه تحطيها كيما هكا على اليدين تاعك، فوالا كيما هكا راح تحطيه في الوجه تاعك وديري حركات دائريه تدليك الوجه تاعك بحركات دائريه. واذا حتى حبيتي ديري تدليك الرقبه تاعك راح تلاحظي اول حاجه انه البشره تاعك امتصت هذا المنتوج وبسرعه. واحده من خصائص تاع سكين كير ريغولاتور انه سريع الامتصاص، وهكا باش يكون افيكاس ويعطيك نتيجه جيده في احسن وقت. بعد ما تمتصها البشره تاعك واش راح ديري؟ راح تحكمي الماء وتغسلي الوجه تاعك بكل بساطه، وبعد ما تغسلي الوجه تاعك راح تلاحظي انه فيه اشراقه رائعه. المنتوج الثاني هو سوان، يحتوي على اكثر من 30% عسل حر، زائد انه غني بالفيتامينات والاعشاب، وهذا يجعل منه علاج لكامل انواع مشاكل البشره، مغذي للبشره من الدرجه الاولى، يعالج حب الشباب، يعالج حروق الشمس، يعالج من الاكزيما، من الكلف وتشققات الجلد، يحافظ على شباب البشره ومقاومه التجاعيد، يعالج حب الشباب ويعالج حتى اثار حب الشباب، وهذا بفضل العسل اللي فيه، وفيها عده فوائد راح نخليها لكم في الموقع. راح نقول لكم دوكا انا شخصيا كيفاش نستعمله. في الصباح لما نستعمل سكين كير ريغولاتور اللي يساعد على تنظيف البشره وتغذيتها وتعديل نسبه الزيوت اللي فيها، من وراها ديريكت تروح نستعمل سوان. علاش سميته سوان؟ لانه بصراحه فيه كامل الصوالح اللي تحتاجهم العنايه البشره تاعنا، هو علاج وعنايه للبشره تاعنا. كما راكم تشوفوا فيه بلي هو بخاخ، بلي هو بخاخ. كانت هذا النوع من الامبالاج باش يسهل الاستعمال تاعه في حياتنا اليوميه، وحتى لما يكون سائل فراح يسهل على البشره انها تمتصه وتستفاد من كامل الفوائد اللي فيه. نوض في الصباح ونغسل الوجه تاعي ونستعمل سكين كير ريغولاتور، حاجه اللي بعدها نستعملها هي سوان. واش ندير؟ راح ندخل البخاخه ونديرها كامل الوجه تاعي قبل المكياج وبعد المكياج، لانه لما استعمله قبل المكياج فانا نغطي البشره تاعي ونحمي البشره تاعي خاصه من المكياج، وخاصه لما تخرج للشمس وتضربك اشعه الشمس تحتاجي الحمايه زياده، فهو يحمي البشره تاعي. وتاني نستعمله لما نكون برا في حياتي اليوميه، فاكيد راح البشره تاعك تتضرر من اشعه الشمس، فدائما لما نكون برا نخرجه من الساك تاعي. واش ندير؟ راح ندير على الوجه تاعي وندير حتى على الكور تاعي، لانه خصيصا للوجه و الجسم. المنتوج الثالث هو سيروم للشعر. بزاف البنات يقولوا لي دي هي انت يا شعرك شباب، دي هي كيفاش شعرك يطول، لانه اذا كنتي تابعيني في قناتي راح تلاحظي انه قص شعري من مش ما يقعدش بزاف يطوال كيما فوال اخر مره قصيت اشوفه كيفاش طوال. بزاف البنات يحتاروا يقولوا لي دي هي شعرك ديري شعرك باش يطوال، دي هي شعرك ديري شعرك باش تحافظي على اللون تاعه، دي هي شعرك ديري شعرك باش تغذيه، دي هي شعرك ديري شعرك باش تحميه، وكامل الاسئله اللي متعلقه بالشعر. الحاجه الوحيده اللي نديرها شعري هو هذا السيروم. هذا السيروم راني استعملاه في
سنين للشعر تاعي، يخلي لي الشعره تاعي قويه ما تطيحش بسهوله، يساعد على كثافه الشعر خاصه البنات اللي شعرهم ما يطيح، انه يطول لك الشعر في اسرع وقت. يعني كيما راكم تشوفوا انا كل مره نقص شعري كل مره يطول. نقول لكم كيفاش تستعملوه في حياتكم اليوميه. هذا السيروم ممكن تستعمليه قبل ما ديري تروحي تجلدي شعرك عند لاكوافيز، وبعد ما تجلدي شعرك عند لاكوافيز ممكن تستعمليها في حياتك اليوميه، تستعمليه في الاطراف. مثلا انايا ندير كيما هكا ونستعمله في الاطراف، في اطراف الشعر تاعي في حياتي اليوميه. ممكن تستعملي حتى في الجذور، يقوي لك يعني الشعر تاعك وما راهوش ثقيل بزاف على الجذره تاعك. هذا السيروم ماهوش للشعر فقط وانما حتى للجسم، اللي عندهم تشقق الجلد في الجسم تاعهم ولا في يديهم ولا في الارجل تاعهم، هذا السيروم جدا 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 ممتاز لترطيب الجسم، لانه هذا السيروم هو مجموعه من الزيوت، و 50% من هذا السيروم هو زيت الفازلين. يعني احنا كامل نعرفوا ان الفازلين الفوائد تاعها اللي ما يكملوش، وانها تساعد في علاج الحروق، وان الفازلين يعني تساعد في ترطيب البشره، لكن تخيل زيت الفازلين واش ممكن يدير بالاضافه الى الزيوت الاخرين. يساعد بزاف في ترطيب الجسم، في ترطيب اليدين، في ترطيب الارجل، ممكن تستعملي حتى الوجه تاعك. يعني انا شخصيا نستعملها ليديا، نستعمل الارجل تاعي، نستعملها حتى لهنايا في الاذرع تاعي مع الصباح، كي تخرجي مع الصباح باه نسيم ما يضركش. كما راكم تشوفوا هادو هما المنتجات الثلاثه اللي اخترتهم لكم خصيصا، لانه صراحه انا ما قدش نعيش بلا هاد المنتجات الثلاثه في حياتي اليوميه، وعبالي كل وحده فيكم محتاجه هاد المنتجات. البنات اللي راهم يشوفوا فيا دركا اكيد تقولي دي هي انا، واش تنصحيني؟ سواء كانت البشره تاعك دهنيه جافه او طبيعيه، فانا ننصحك بهاد المنتوجات الثلاثه، لاني ما جيت نخير لكم هاد المنتوجات الثلاثه فانا راني عارفه علاش. صدقوني مع هاد المنتوجات الثلاثه راح تقيسي كامل المنتوجات اللي عندك في الدار، وراح تستعمليهم هما فقط لانهم يعوضوك على كامل الصوالح اللي راهم عندك. صبر، انا وصلت لنهايه تاع الفيديو، ونحب نقول لكم راني متحمسه وانت نوصل للولايات اللي فيها اكثر عدد من الطلبات، باش نتلاقى معاكم شخصيا ونسلم لكم المنتج بيدي، ونشوفكم ونحكي معكم ونتصور معكم ونفرحوا مع بعضنا ونتلاقى مع بعضنا. ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو، وتشاركوا هذا الفيديو مع احبابكم، وتشاركوا في المسابقه اللي فيها 10 فائزين اللي كل واحد فيهم راح يربح منتوجات دهية كامله.